تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن معنا اليوم في حلقة في حلقتنا الإذاعية في التنسيق معنا نجاة السويدي. صبحت الله بالخير نجاة، وأيضا معنا المبدع دائما ناصر السليمي، وكذلك تشاركني التقديم دكتورة ندى الملة. صبحت الله بالخير دكتورة. يا صباح الورد ويا صباح الجمال ويا صباح الاثنين الجميل. أحس تشي تقولين تشي يعني بحرة. لا أحب في أيام تشي يعني الاثنين والثلاثة تحسهم أيام هادية تشي جميلة لطيفة، بعيد عن زحمة الأحد وعن استعيال الخميس دائما الناس تكون مستعيلة، تشي أيام هادية وجميلة في نص الأسبوع. إنزين دكتورة، أرقام التواصل معنا كم؟ نذكرك بأرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. مثل ما كل مرة نقولكم هاي عبارة عن قنوات عشان ترشون اقتراحات، ملاحظات، شكاوي، أي شيء حابوا تشاركونا معنا ويسهم في تحسين القطاع الصحي، تحسين خدمة، حتى لو كان اقتراح صغير ممكن اقتراح صغير يسهم في تحسين خدمة بشكل كبير، فتواصلوا معنا خصوصا من بداية البرنامج، لا تترين من آخر ربع ساعة وما يكون في وقت نجاوب على الأسئلة. جميل. هني يقول رسالة نصية من ببرعي، يقول هل تعلم أخي الفاضل بخصوص الأخطاء الطبية في برنامج الصحة وسعادة؟ ما يبون طاريه بعذر أنه بروتوكول طبي حسب ما سمعت بإذني. ببرعي شوفي لي يا إذا ممكن يتداخل معانا على الهواء، أنا أبغي أتكلم معاه في هذا الموضوع لأنه خلنا نتناقش، ما يمنع، هذا من باب الشفافية في الطرح، دائما نحن دائما نبحث عن الشفافية، والبرنامج منكم وإليكم، فأبغي أعرف وين الطاري اللي ما نجيبه بخصوص الأخطاء الطبية، لأن هنالك قوانين وفي تشريعات وفي تنظيم يحكم هذه الأمور، لا البرنامج حاطنا ولا نحن يعني ما نجيب طاري شيء، بالعكس البرنامج لكم، أي حد عنده أي شيء يتصل فينا، يرفع السماعة مثل ما قالت الدكتورة ويطرح، لكن على آخر خمس دقائق ما نقدر ناخذ المكالمات. عموما على طار المكالمات معانا على عبر الهاتف الدكتورة، هي دكتورة والله دكتورة في الحياة عندها اسم أي اسم الجناحي اختنا، بتخبرنا عن آخر ما يستجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صبحت الله بالخير اسمة. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي محمود دكتورة ندى وكل المستمعين. حياك الله. ناخذكم لفة في قناة التواصل الاجتماعي. تفضلي ستي. نذكر بعض الأشياء اللي صارت أمس وحطيناها في قناة التواصل الاجتماعي، وهو توقيع مذكرتين التفاهم. مذكرة التفاهم كانت مع بنجوي سامي دعم الحالات الإنسانية موجودة في هيئة الصحة، وندعو كل شخص قادر على مساعدة هذول الأشخاص أن يتواصل معنا، راح نوصل مباشرة لهذا المركز أو هذه المجموعة. المذكرة الثانية كانت للعمال في إمارة دبي. غير هذا نحن نحب نذكرنا غدا بيكون أول يوم فعاليات منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، وفي وايد مواضيع حلوة تركز على المستقبل السياحة الصحية، على التأمين الصحي، على الإعلام المجتمعي تأثيره على على السياحة الصحية، وأيضا على الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية. ففي وايد أشياء جميلة سيتم طرحها في المنتدى إن شاء الله. ممتاز. قلنا صحتك لايف اليوم راح تكون عن سرطان الأطفال مع دكتور هاني من مستشفى دبي. دكتور هاني محمد حسين راح يكلمنا عن مرض سرطان الأطفال وكيف اكتشافه، لكن في نصيحة أحب أقولها للناس بخصوص سرطان الأطفال، وهالنصيحة نحن نذكرها كل سنة في اليوم العالمي لسرطان الأطفال. لكل أم، لا تهملين عيالك، لا تخلين شخص ثاني اللي يبدل عيالك، لأن في أشياء لازم
لازم الأم تنتبه لها، يعني بغض النظر إذا كان سرطان أو غيره، فلازم تعرف إذا كان في تغير صار على ولدها. صحيح. وهي تبدل حتى يعني تكرمون الأشياء اللي تطلع، يعني لازم الأم تكون تعرف الفرق بينهم إنه تغير ولا ما تغير. فإذا هي ما كانت الشخص اللي يتابع بشكل مستمر ما راح تعرف. في ناس يصلون في أمراض بالطريقة يعني تكون يعني وصلوا مثل وقت متأخر، أو أن اكتشفوا المرض وهو عقب ما انتشر أو غيره. فالمتابعة الأطفال في هاي المرحلة جدا مهمة. نحن دائما نأكد على هذا الموضوع، خلوا هالأشياء كذا، ركزوا على عيالكم وركزوا على الأشياء اللي بجسمهم. صحيح يا أسوأ، أتمنى السلامة طبعا للجميع، جميع الأمهات والأطفال إن شاء الله، والله يعافي مرضى السرطان إن شاء الله. شكراً لك يا أسماء ونهارك سعيد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. ليش تضحكين؟ يعني ما تبغي الناس يتكلمون عن مركز البرشة لا مثلاً؟ لا، لأن نفس الرسالة يطرش لي اياها كل يوم. انزين، الواحد وين يوقف سيارته في عيادة البرشة؟ ما في مكان، قبل كان في ساحة رملية، الحين بندوها. احنا رفعنا الموضوع بخصوص هذا، هي شركة خاصة، احنا رفعنا الموضوع عشان يتم حل مسألة المواقف. طيب المواقف متوفرة، أنا شفت في مواقف بيد هي محمود مدفوعة. بس قليلة، الجلة الأكبر من المرضى كان يعتمدون على الساحة الرملية اللي عدالة، فهي كلها تسكرت عشان الشركة تبني عشان. لا بس هذه لازم يشوفوا له صرفة سريعة. نعم. لأن مركز البرشة مركز حيوي شغال 24 ساعة، فمحتاج مواقف أكثر، مواقف أكبر. بالضبط. فإن شاء الله يا رب يعني خلوا المتعاملين يكفون مكان الموظفين، شو رايك؟ موظفين ما كان لهم مكان، موظفين حتى كانوا يقفون برا لان ما تكفي مواقف حتى داخل. ما شاء الله عدد الموظفين كبير، المركز جدا كبير، بس ان شاء الله احنا شغالين على موضوع مساله المواقف ان شاء الله. زين ابو برع معانا على الهواء. مرحبا ابوي. يا هلا ابو برع، انت طرشت لنا رساله نحن قريناها من نعم من منطلق الشفافيه، فابغي اعرف الحين خبرني شو الموضوع. موضوع ما في شيء، مثل ما قلت الأخطاء، يعني أي. نحن يبنى طاري الأخطاء، بس ما يبون طارينا مثلا. الأخطاء واردة ما أقول لا، لكن تكرارها مشكلة بوي. انزين ببرع شو يعني خطأ طبي؟ الأخطاء عفوا خلك تكرار أي. الأخطاء لأنه يقول لك في مثل بعد الفوت ما يفيد الصوت. فالمفروض قبل ما نحن نتحمل على المصيبة نتداركها يعني. طيب ببرع أنا سؤالي بوي. شو يعني خطأ طبي؟ واحد شو تعريف الخطأ الطبي؟ يعني اليوم في البث المباشر سمعت يمكن اي في شخص قال على ولدي طفلي او مادي بنته ولا ما ادري اساسا يعطونها مغذي شنو سيلان ما شو يدورون العرق ساعتين لما قطعوا ايده يعني. زين هذه واحد هذا عشت ورا على المره يعني الكل سمعوا، وانا سمعت من اخونا راشد الخرجي ابو عمر. صحيح. انزين ابو برع انا سؤالي يعني عشان ناخذ المساله بشكل علمي. تفضل حبيبي. ايه. تفضل. نحن شو تعريف الخطا الطبي؟ واحد. اثنين، من الذي يقيم ان اذا كان هذا خطا طبي؟ نعم. ثلاثه، من الذي يحاسب اذا ما كان هنالك خطا طبي؟ نعم. زين الخطا نعم. الطبي شو تعريفه دكتوره؟ الخطأ الطبي هو أي خطأ كان في العلاج أو في التشخيص أو في المتابعة يكون عن طريق الطاقم الطبي، ممكن يكون أدى لضرر أو ما يكون أدى لضرر المريض، هذا تعريف الخطأ الطبي. طيب هني في رسالة أبو برعي من أحد المستمعين عندنا يقول السلام عليكم، بصفتي محامي متخصص في قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية حبيت أأكد للجميع أن دولة الإمارات دولة قانون، ولم أواجه مطلقا أي صعوبة في مقاضاة أي منشأة طبية حكومية أو خاصة وفقا لما تقتضيه الظروف الواقعة. شكرا إماراتنا، شكرا حكامنا، شكرا لكم هذا المحامي عبد الله الناصر. طيب أنا بقول لك شغلة يعني مو عن شيء، بما أننا نحن فتحنا الموضوع، نحن عندنا هنالك آلية عمل في تشخيص الأخطاء الطبية، أي خطأ طبي ممكن أن أنت تشوفه خطأ طبي أو أي حد من المستمعين يروح يتوجه إلى التنظيم الصحي إذا كان هذا في دبي. أنا أتكلم عن إمارة دبي ما أتكلم عن دولة الإمارات لأن نطاق الهيئة العمل في إمارة دبي. كنا الحمد لله دولة الإمارات ولله. لا بس الحين أنا أتكلم عن التشريع في إمارة دبي لأن نحن فلما يصير في أي خطأ في إمارة دبي سواء من مستشفيات حكومية أو حتى مستشفيات خاصة أو عيادات أو غيرها، أنا أتمنى من كل حد يسمعنا يتوجه إلى إدارة التنظيم الصحي ويسجل هذه الشكوى. آلية العمل كيف تصير؟ زين يتم تشكيل لجنة، اللجنة هذه تضم أطباء من الاختصاص
إذا كانوا من هيئة الصحة، من الوزارة، من الخبراء في القطاع الخاص، أفضل الأطباء اللي في القطاع الخاص في هذا التخصص، يبونهم يشكلون لجنة يدرسون الحالة كيف تم، هل تم ضمن البروتوكولات الطبية، بما أنك أنت ذكرت أن بروتوكولات طبية أم لا، هم يشخصون الحالة ويرفعون التقرير إلى المحكمة. نعم، أنا قلت هذه الأمور بروتوكول طبي ولا لا ولا أنا بس أنا وين أقول لك، في دكاترة هم اللي هذا أرجع صح. شو هو خطأ طبي، من الذي يقيم هذا الخطأ الطبي؟ سمعت منك ذكرت الموضوع. إنزين هاي، فأنا أقول لك من الذي يقيم الخطأ الطبي، أيضا كيف أقدر أو شو هي الإجراءات اللي تنشف الأخطاء الطبية. فالحمد لله نحن مثل ما قلنا دولة مؤسسات، في قانون يحكمنا صح ولا، في قانون يحكمنا، إذا في أي شخص عنده أي خطأ طبي أو كذا، في أرقام للتواصل زين، ممكن من خلال 800342 ترفعون الشكوى، وهم يوصلوكم لإدارة التنظيم الصحي، أو اتصلوا فينا على البرنامج، نحن نستقبل هذه الحالات. بالعكس البرنامج لكم، منكم وإليكم، يعني نحن عليكم زود وبرعي، فأنت مستمع دائم عندنا، دائما ما تثرينا أخونا أبو عمر، أخونا أحمد الكتفي، كلهم يسألوا دائما داخل، أنا ما أقول لك صادق أنت ما شاء الله تعطينا رسائل إيجابية. بس اليوم أنا ليش اتصلت فيك أبغي أبو برعي، لأن أنا عارف أن دائما رسائلك إيجابية، فلما يعني نتكلم نحن لا والله يمكن حزتها ما طلعت الفكرة صح. الحين الفكرة واضحة بالنسبة لك أبو برعي ولا تبغينا نوضح زيادة بعد؟ لا الله يطول عمرك، واضح، لكن أنا أقول مثل ما قلت يعني باختصار، إن بعد الفوت ما في، يعني أنا سمع خبر اليوم الصبح الولد هذا الأبو أنا والأم مثلا كلام سليم، شو حالة الأبو، شو يكون صح، والأم كذلك شو مصي على الطفل 6 سنوات على حسب ما سمعت 6 سنوات عشان شي أبو برعي، تعرف أنت عشان تخرج طبيب واحد كم ياخذ كم سنة، لأن هو يشتغل على حالات الناس، تصرف مليارات صحيح. أنا ما أقول لا، الحمد لله اللهم لك الحمد، ويعني الله يطول لي عمرك، الله يحفظك يا سيدي يطول عمرك. نعم. شكرا. أنا وياك وأنتو كذلك دوركم، ما عليكم زود أخوي، الله يسعدك ويوفقك، قدموا اللي فيه وأكثر، ما أقول لا شاكرين، نشكركم، الله يسلمك يا رب. في أمور الواحد مثل على الإنسان اللي يقول ولدي 6 سنوات يا لسه تتعذب تحت إبرة عشان يدوروا له عرج، هذا منو يقبلها يا أخي الكريم؟ صحيح، شكرا لك يا أبو بري. قال يا لو مكان الشيخ سلوان الأبو هذا صحيح، شو ولدك هذا 6 سنوات تتعلم وتحنحن أبو برعي، أنا بعد أنا ليش أقول لك، يعني أحيانا خلاص ما نطلع فاصل، أنا عدينا وقت الفاصل. حياكم تسلم تسلم. بس أنا قبل أطلع فاصل بس أبغى أقول شغلة يا جماعة الخير، هي المسألة لجميع العاملين في القطاع الطبي، يا جماعة الخير أنتوا تتعاملون مع حياة الناس، فالواحد يعني يجب أن يكون أمين قدر الإمكان، زين مو قدر، لازم يكون امين، مش صحيح. قدر الامكان صحيح. لا يجب ان يكون امين في تعاطي لهذه المهنه. هذه مش مهنه تجاريه، هذه مهنه انسانيه، انت 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 معني بحياه الناس صح ولا دكتوره؟ صح. ولكن في الطرف الاخر يا جماعه الخير ايضا المتعاملين، يعني الجماعه هذيل بعد يعني يشتغلون، ناصر ما علي سامحني، انا ادري انك تطالعني في اقل من 15 ثانيه، بس ابغى اوصل رساله ان ايضا الاطباء يتعرضون للعنف، العنف اللفظي الجسدي من قبل المتعاملين، وما لهم يعني، هم يعني تدرين من كرم اخلاق الاطباء احيانا ممكن يجي المتعامل يضربه زين، ويستوعب هذه المساله، يقول ان هذا ولد تعبان ولا يعني في حاله نفسيه ما عنده شو اسمه، فهم يمشوا ما يرفعون قضايا، ما يسوون ليش، لان هم يحسون بطرف انساني ان المساله كذا. جزاهم الله خير، يعني دائما نحن يعني مش مع طرف على الآخر، نحن نتمنى أن الكل يلتزم بالقوانين، يلتزم بالتشريعات، لأن في النهاية اللي لك واللي عليك صح ولا دكتورة؟ صحيح يا محمود، أحب يكون عليك الفاصل، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. لين الحين الدكتورة تينا مسجات تقول التأمين الصحي للخادمات إلزامي ولا لا؟ يلا أنت تقول محمود ولا أنا أقول. إلزامي. طيب.
أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها أرست الدعامة الرئيسية من القوانين والتشريعات والنظم التي تصون حقوق العمال وتكفل العيش الكريم لهم وتحفظ سلامتهم وحياتهم، ضاربة بذلك النموذج المثالي للدولة العصرية التي نجحت في احتضان أكثر من 200 جنسية في نسيج واحد يمثل مختلف الأعراق والثقافات والشرائح. وقال معاليه إن جميع الضوابط والقوانين التي تصون حقوق العمال استندت إلى منظومة القيم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي عن غيره، كما استندت أيضا إلى أصول الدولة وعراقتها التي رسخت مبادئ التعايش وانسحبت بدورها وامتدت في قواعد السلوك والتعامل الإنساني رفيع المستوى. جاء ذلك خلال توقيع معاليه مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة الصحة بدبي في مقر إدارتها أمس مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، والتي وقع عنها سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي. أشار معالي القطامي إلى أن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لا سيما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة في مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية للعمال. بنتكلم عن الموضوع، يسعدنا يكون معانا عن طريق الهاتف الأستاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد يا ميسة. صباح النور والسرور دكتورة، كيف حالكم؟ بخير الله يسلمك. دكتورة كيف حالكم؟ يعني هي الكلام حق الدكتورة بس الله يسلمك. صباحك طرد. مشكورة يا ميسة. ميسة خبرينا بارك الله فيك عن هذه المذكرة، شو أبرز الأمور اللي انطرحت من خلال هذه المذكرة؟ طبعا نصبح على جميع المستمعين وعليك محمود مرة ثانية والدكتورة. المذكرة تستهدف فتح مجال التعاون بين الهيئة واللجنة العمالية لتعزيز سبل الرعاية الصحية التي توفرها إمارة دبي للعمال، بالإضافة إلى تنمية الوعي في أوساطهم تجاه أنماط الحياة الصحية والسليمة وكيفية المحافظة على الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى التفاعل مع الحملات الصحية والتوعوية التي ترتكز على إجراء الفحوصات الطبية المجانية الشاملة، بالإضافة إلى تحقيق رضا العمال وسعادتهم ودعم المناخ الصحي الآمن سواء في ميدان العمل أو السكن. بداية هذه الخدمات اللي توفرها الهيئة لإفراد المجتمع وبالتحديد لفئة العمال هي الخدمات التي تقدمها مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التي ترتكز على عملية التشخيص الدقيق للياقة العمال الصحية وتوعيتهم وتثقيفهم بأفضل سبل الوقاية من الأمراض والمحافظة على الصحة والحياة. جميل. طيب هذا نحن حتى كنا نتكلم يعني أول ما بدينا الفقرة على سؤال التأمين الصحي للخادمات إلزامي ولا لا، قلنا إلزامي لأن هذا التأمين الصحي أصلا دكتورة بعد كذلك يعطي جانب كبير من الحقوق اللي يستحقها العامل. طيب بالنسبة لدور مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في توعية العمال، شو اللي تسوونه بالضبط؟ يتم توعية العمال. طبعا مراكز فحص اللياقة الطبية هي بعض المراكز هي خاصة للعمال. صحيح. العمال طبعا جنسياتهم مختلفة، ثقافاتهم مختلفة، بيئاتهم مختلفة. من خلال الشراكة مع اللجنة العمالية يتم توعية وتثقيف العمال للقوانين والإجراءات ويعني المجتمع نفسه بتسهيل الحصول على العدد الكافي من هذه العمالة في داخل مراكز اللياقة الطبية. صحيح. طيب مشروع سالم تعرفينه دكتور؟ ايه تعرفين سالم ولا مشروع سالم؟ عف سالم سالم بيناتهم. طيب كيف ساهم مشروع سالم في تيسير الحصول على الخدمات من عن طريق العمال؟ طبعا نظام سالم يمكن المتعامل من انهاء جميع الاجراءات السابقه لعمليه الفحص داخل المركز نفسه، يعني عمليات التسجيل والدفع، ليكون من بعد إجراءات التسجيل ودفع الرسوم إنجاز عملية الفحص المطلوبة والتحول التقني الاستثنائي في خدمات فحص اللياقة الطبية والحصول على نتائج الفحص سواء عن طريق المسج اللي هو عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. وطبعا هي شراكة بيننا وبين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بسحب البيانات دون عملية الإدخال وإعادة إرسال النتائج إلى نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. جميل. أختي ميسة، طبعا الحين الذكاء الاصطناعي هو داخل في كل شيء، فكيف الذكاء الاصطناعي بيخدم المراكز الموجودة عندكم خصوصا فئة العمال، كيف بيستفيدون من الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الذكاء الاصطناعي هي إجراءات تدعم
التقنيات الحالية. الذكاء الاصطناعي يعتمد على تغذية الأنظمة الموجودة من خلال البشر، ولكن نحن نغذي الأنظمة بالبيانات والمعلومات اللي عندنا، على أساس أن في المستقبل أو وقت إنجاز الخدمة يتم الاعتماد على التقنيات أكثر من الاعتماد على البشر لدقة النتائج وتحسين رحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات بدقة متناهية. طيب يعني هي تساعد على يعني الإفشنسي. جميل. هي الفكرة دائما أن هي بتحقق لك حلول ذكية في عملية يعني اتخاذ القرار السليم. هني ميسة أبغي أتكلم عن نسب الخطأ الواردة في مثل هذه الإجراءات الحالية واللي قاعدين أنتم تشتغلون عليها بالتعاون مع شركائكم كذلك. أخوي محمود، حاليا طبعا مثل ما تكلمنا عن نظام سالم في الماضي، نظام سالم ما في أي إدخال بيانات يدوي. جميل. صح. فنسبة الخطأ صفر. نعم صفر تقريبا. إدخال البيانات تتم كلها عن طريق سحب المعلومات الموجودة في الإدارة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى بطاقة الهوية، يعني في تطابق ما بين المعلومات. نعم. الموظف حاليا لا يدخل البيانات مثل السابق، ولا يختار نوع الفحوصات الطبية اللي هي تكون بالنسبة حق الوظيفة ونوع الإقامة. نحن سويناها باقات، يعني هذا هو الذكاء الاصطناعي، ان انت تغذين النظام، تغذي النظام بالبيانات والمعلومات على حسب الاجراء اللي انت تبغى تسويه دون الاستعانة بالبشر. هني نسبة الخطأ تكون صفر، لان البشر ممكن وقت اختيار الباقة او وقت اختيار الفحوصات الطبية ممكن هو يسيء فهم الوظيفة. صح. ولكن عن طريق تغذية النظام يكون انت عندك دقة 100% ان هالباقة تكون مطابقة للوظيفة ونوع الإقامة. جميل. هذا يعزز يعني من الإجراءات ويعزز من دقة الفحوصات الطبية. صحيح. جميل. أبغي بس أوضح للجمهور مدى أهمية الصحة المهنية في الحفاظ على الأمن الصحي لإمارة دبي، فياليت بس تخبرينا بشكل عام عن يعني الأمور اللي انتم تسوونها في إدارتكم المميزة دائما، واللي وصلت أصلا الآن تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل واقعي. فخلينا نتكلم عن أهميتكم للحفاظ على الأمن الصحي لإمارة دبي. أخوي محمود، الصحة المهنية هي سلامة العامل، هي فحوصات طبية تختص بسلامة العامل الذي يقوم بوظيفة تخصصية، بالإضافة إلى سلامة يعني المتعاملين وسلامة زملاء الشخص هذا في العمل. نعم. يعني هي سلامة بيئة العمل بالكامل. يعني مثلا بعض الناس تشتغل في الوظائف اللي هي تتطلب منه يعني انه مثلا يشتغل في وظيفة فيها نوع من الكيماويات. نعم. هذا الشخص يتطلب نوع من الفحوصات الطبية الدورية لسلامة هذا الشخص، يعني نفحص عنده الرئة، نفحص عنده مثلا يعني بعض الفحوصات. دكتورة انت ممكن افهم عني في هذا الموضوع، انك تتأكد ان هذا الشخص وهو يمارس هذه المهمة على المدى البعيد انه ما يصاب باي امراض مضرة. صحيح. صحيح. ان الوظيفة ممكن تضره. بالاضافة الى توعية هذا الشخص من خلال زيارة المراكز التثقيفية، يعني هي انت تستغل وجوده في هذا المكان وتثقفه في وقت الانتظار بالاجراءات، بالمجتمع، بالقوانين. يعني انت تستغل وجود هذا الشخص. صحيح. المنشأة اللي عندك اللي في خلال وجوده عندك في هذه المنشأة وهو يستفيد وانت تستفيد ان هذا الشخص اوريدي عنده ثقافة يعني بخصوص بعض الاشياء. صحيح. اللي انت حاب انه هو توصلها اليه. صحيح. وطبعا الصحة المهنية محمود شيء وايد مهم، لان انت تكتشف المرض عند الموظف قبل ما يصيب المرض، وبالتالي انت تحسن من حياته، تحسن من صحته، تمنع تغيبه عن العمل لساعات او ايام او شهور عشان علاج من مرض كان ممكن تكتشفه من البدايه. صحيح. احنا عندنا عياده للصحه المهنيه موجوده عندنا في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه، ونروح لها بشكل دوري ايضا. جميل. بالاضافه دكتوره بعد ان انت تشوف ان هل هذا الشخص ممكن انه يمارس هاي المهنه
أو ما يقدر يمارس. صحيح. فتحمي أيضا أصحاب العمل كذلك. صحيح. تعزز من المناخ مناخ العمل والاستثمار في دولة الإمارات وفي إمارة دبي بشكل خاص. وأيضا عندكم خدمات أنتوا وصلتوا حتى كذلك لسعادة المتعاملين، قمتوا توصلون للعمال كذلك ميسة لأماكنهم وفي مراكز متخصصة للعمال. وأيضا أنا دخلت سبحان الله تدرين يعني عادة الانطباع اللي يكون في بالنا تدرين شو، ان العمال غير منظمين غير مرتبين، ولكنهم والله عكس ذلك اللي شفته انا كذا. اي تفضلي. بالعكس يعني العمال من اكثر الناس نظاما ومن اكثر الناس يعني تفهم للانظمة واتباعا للنظم. وطبعا نشكر بعد دور المؤسسات والجهات اللي هم يعملون فيها، بعد لهم دور كبير في هذا الموضوع. بالإضافة إلى المندوبين يعني اللي هم ملتزمين بالمواعيد وملتزمين بالأنظمة الداخلية ومراعين لخصوصية المجتمع، لأن في بعض الثقافات صعب أنك أنت تتعامل وياهم، فهي يعني مسؤولية مشتركة ما بيننا جميعا. طبعا اوجههم جميعا كل الشكر. جميل. انا بس عندي اخر سؤال قبل لا اختم معك استاذ ميسة، لان هني ابو داود يصبح عليك ويقول حصلت موعد لفحص بعد 3 شهور وموظف يشتغل في المطعم. هذا ابو داود يقول، لكن انتم عندكم مجموعه من الخدمات، يا ليت تعرجين عليهم على السريع، لان انا اعرف ان في خدمات مستعجله خدمات كذا، فيا ليت تعرجين على السريع وتشرحين هذه الخدمات. أعتقد أبو داود يطري الصحة المهنية. بالفعل حاليا نحن في عندنا يعني ازدحام في مراكز الصحة المهنية، لأن هيئة الصحة يعني تقوم بالإجراءات السليمة على حسب المعايير العالمية. صحيح. جميع العملاء يتبعون جميع الأنظمة على حسب المعايير، يعني يدخل يسجل يشوف الممرضة الطبيب. صحيح. فطبعا ها في كثرة العدد فطبعا استوعبنا بعض الدلي في المواعيد، يعني تأخر المواعيد، ولكن احنا ان شاء الله يعني شغالين على هذا الموضوع. نتمنى ان في المستقبل ان شاء الله يعني تكون المواعيد اسهل، ولكن يعني انا يعني اطلب من جميع المتعاملين انه ياخذ مواعيد من وقت، لأنه هو بالفعل حاليا نحن عندنا شوية يعني ازدحام في المواعيد، ولكن يعني هذا احنا شغالين عليه بنتفادى. إذا هو حاب ياخذ موعد في مكان ثاني أو يتواصل ويانا في الإدارة، نحن ممكن يعني نشوف بالضبط يعني شو الوقت اللي احنا ممكن نقدم موعده فيه. نحن طبعا نعتذر على التأخر في المواعيد. جميل. إذا نجاة ناخذ رقم أبو داود ونحطه ضمن آلية العمل عندنا على أساس أنه يدخل في النظام ويوصل عند الأستاذ ميسة وتشوف للموضوع. شكرا لك يا أستاذة ميسة البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لكم كل الجهود اللي انتم تقدمونها. شكرا جزيلا. الله يسلم. شكرا لك. نهارك سعيد. وانت بعد. شكرا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل شو بيكون عندنا؟ يكون عندنا الأستاذ سالم بلاحج بيكلمنا عن يوم في حتى ضمن فعاليات يوم سعيد. شكرا. إذا ما رد علينا نطرح موضوع طبي فالكم. طيب. لا بيرد علينا إن شاء الله. سوالف ياكم فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعينا نذكركم فيها على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب يقولكم في ضوء ما أعلنه ووجهه به سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يحمل عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة شعار عام زايد، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على بلاده. طبعا حرصت هيئة الصحة بدبي على مواكبة احتفاء الدولة بأجندة احتفالات وفعاليات خاصة، وذلك لإبراز دور القائد المؤسس المغفور له إن شاء الله
في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية. ومن بين المبادرات التي وضع ضمن الأجندة تأتي مبادرة يوم زايد التطوعي في حتى. جميل صح. بيكون معانا عن طريق الهاتف عشان يكلمنا عن هالمبادرة الجميلة الأستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أخي سالم. صباح الخير. يوم الحمد لله. صباحكم حتى. صباحكم حتى. كان خاطرنا تكون هني تعطينا موجود الفعالية الحين. هي الحين هو بيكون انطلاق الفعالية. طبعا احنا اليوم اختارينا حديقة وادي حتى، حديقة جميلة يعني مفتوحة وما شاء الله التجمع جيد. الفكرة منها بيكون يوم تطوعي. بمناسبة طبعا من ضمن فعاليات الهيئة في عام زايد إن شاء الله. الفعالية بتكون فيها نوع من التفكير والعصف الذهني بنوع الخدمات المميزة اللي بتقدم لكبار السن. جميل. ويعني صاحبها فرقة شعبية مع مأكولات شعبية مع معرض لصور الشيخ زايد. يعني في بعض الفعاليات الإنسانية. ليش تم اختيار حتى بالذات لتنفيذ هالمبادرة الجميلة؟ هو طبعا احنا يعني قلنا نختار المدينة هذه يعني أساسا نكون فيها نقيس النتائج. يعني تكون اليوم هذا بيكون مفتوح يعني لأن المبادرة بتكون لأكثر من يعني من أكثر من مرحلة. فالمرحلة هذه بتكون هي شكل ما نقول نحن الإطلاقة وبيكون فيها يعني قياس للمبادرة هذه خلال السنة إن شاء الله. فبيكون بنركز نحن على كبار السن وأصحاب الهمم في الحملة هذه إن شاء الله. ممتاز. من الجهات المتعاونة معاكم أخي سالم لتنفيذ هالمبادرة الجميلة في حتى؟ طبعا مستشفى حتى هو المنظم معانا او المتعاون الرئيسي. عندنا شرطه دبي وعندنا بلديه دبي الهجره والاقامه. عندنا طلاب المدارس مشاركين في يعني البرنامج. وعندنا كبار السن طبعا الهدف الاساسي بيكون موجود عدد منهم في المبادره ان شاء الله. جميل. بما انك انت موجود هناك شو الاجواء اللي عندك؟ منو موجود؟ الساعه كم تبتدون الفعاليات؟ والله طبعا بحضور الدكتور احمد بن سلبان مدير قطاع المستشفيات وبعض المدراء من الجهات الحكوميه اللي موجوده هنا. الاطلاقه الحين ان شاء الله يعني خلال 5 دقائق بيكون بدايه اطلاقه الحفل وان شاء الله نكون قد الحدث يعني. طيب الأجواء ما شاء الله جميلة يعني تعرف المشاركة حلوة يعني. ممتاز. نحن كنا نتمنى نكون معاكم خاصة في يعني الجو الطقس فيه حتى يكون جميل ودائما هنالك الكثير من الأنشطة يعني اللي تقام في هذه المدينة الجميلة حتى منطقة جبلية فيها أجواء جميلة جدا. أستاذ سالم يعني شو خططكم المستقبلية أو فعالياتكم القادمة بما أنكم اليوم يعني صعب أن نحن نتواجد معاكم درب يعني لما نوصل عندكم، لكن بشكل عام الخطط اللي ناوين تطرحونها في الفترة القادمة خاصة أنك كنت بتركزون على العديد من الفعاليات لذوي الهمم؟ اي ان شاء الله. وطبعا احنا هذه فعاليه هي تعتبر من الفعاليات التطوعيه مشارك فيها طلاب المدارس ومشاركين فيها عدد من المؤسسات الحكوميه اللي موجوده. خطه الهيئه في العام زايد يعني في بنركز على طبعا المعيار التطوع في الهيئه بيكون لها اكثر من نشاط في المجال التطوعي. وغير هي الاجنده مال العام زايد الحمد لله يعني تقريبا فيها برامج كثيرة هالسنة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق وهذه دعوة نقدمها لكل اللي يسمعونا في مدينة حتى أنهم يشاركون معاكم هذه الاحتفالية وهذا هذه الفعاليات. وين مكانكم مرة ثانية أستاذ سالم؟ حديقة الوادي مدينة حتى. حديقة الوادي هناك المركز يعني بتحركون في مدينة حتى ولا بتكون موجودين؟ الإطلاقة بتكون في مدينة حتى في الحديقة. في الحديقة. إذن للساعة كم موجودين؟ والله نتوقع إحنا لين الساعة 1 إن شاء الله. زين رجع موظفيني بسرعة عيل.
جزاك الله خير. يعطيك العافية. حياك الله. شكرا لك. إذا هي جهود التطوع دكتورة وايد مهمة جدا أن الواحد يعني يلازم مثل هذه العملية، وخاصة أن نحن أوردي يعني المجتمع ككل هو مجتمع يسعى إلى موضوع غرس ثقافة التطوع، ونحن متطوعين بالفطرة. صحيح. بالفطرة نحب نساعد. بالضبط صحيح. وهل زرعونا في بعد شيوخنا لما كان في مبادرة تطوع شيوخنا روحوا سجلوا نفسهم كم متطوعين. هم مبادرين أصلا في التطوع. صحيح. هم المبادرين دائما في يعني غرس معاني الخير والحب. صحيح. والإنسانية. أكيد. العطف. والتطوع غير كون عمل خيري، احنا دائما نذكر لا اثر على صحتنا، نتكلم من الناحيه الصحيه، التطوع اثبت انه يساعد في التخفيف من خطر الاصابه بالزهايمر وبمرض الشيخوخه وبالخرف، لانه يعطي احساس جميل يخلي الانسان يكون عنده بعض التغييرات السلبيه في جسمه، بعض الهرمونات تفرز في جسمنا لما نكون متطوعين، لما نقوم بعمل الخير بشكل عام. فهذه الدعوه للتطوع، وهالدعوه اللي عندكم اليوم لحتى هو غرس ثقافه التطوع، مو بس يوم ويخلص التطوع، يكون فينا ثقافة تطوع إلى الأبد، نتطوع دائما متى ما يكون في مجال، متى ما يكون عندنا وقت. لو نخصص من وقتنا، ترى محمود مجالات التطوع ترى وايد مفتوحة، ممكن في ناس ما هي على بالها. واحدة مرة من المتعاملات في العيادة قالت لي دكتورة أنا مستعدة أتطوع أيكم في اليوم ساعتين أساعد ذوي الهمم وكبار السن، أدزهم بالويلتشير، أدليهم وين يسيرون، أترجم لهم مع الممرضة. ما سألتيها ليش؟ هي تحب التطوع، هي متطوعة نشطة صراحة، هي واحدة من متطوعات النشطات. فهذا تطوع يعني واحد ما يف باله، ولكن شيء بسيط ساعتين من يومها كامل بتعطي للعيادة. أنا أعتقد لأن هي يعني تبحث عن السعادة. صح. تبحث عن الرضا، وهي إنسانة سعيدة وجميلة. أي فبتلاحظين معظم المتطوعين دائما الابتسامة على وجوههم. بالضبط بالصحيح. وأيضا حتى نفسياتهم مختلفة تماما عن نفسيات باقي الناس، تحصلين دائما حب الإيثار، حب الخير للأشخاص اللي قدامهم. تكلم عن المتطوعين الحقيقيين. أكيد. ما تكلم عن هذه اللي يروحون ياخذون صور وما ادري كذا، وهذا اللي يسوي دعايه يعني معروف اصلا ويبين. عموما طبعا عموما احب ان اقدم كل الشكر للمجهود المبذول من جانب الاخت ميسر البستاني لتطوير الخدمات الالكترونيه في هيئه الصحه. هذا احمد عبد الله، شكرا لك. شكرا. ايضا دكتوره نحن ما قرينا دراستنا اليوم، عندنا اقل من خمس دقائق ان شاء الله نقرا الدراسه. ما ادري في شيء هنا مر عليك دكتوره؟ لا صباح الخير. لا. مشكورين. طيب نتكلم هنا. عرض علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا ضمادات تسرع نمو خلايا الأنسجة التالفة واستعادتها وتمنع تكون الندو في أماكن الحروق الشديدة. طبعا تمكن العاملون في مختبر مواد النانو غير العضوية التابع للجامعة من ابتكار ضمادة متعددة الطبقات من ألياف النانو. شو هاي المادة دكتورة؟ بوليكاربولاكتون. شو يعني؟ مادة كيميائية هي. المهم وغشية نشطة بيولوجيا وذات خصائص ميكانيكية محددة تتفق والنشاط الحيوي للجسم، وتتمتع الضمادة بتأثير مادة للبكتيريا عن طريق إدخال الفضة النانونية زين أو مضادات الحيوية وزيادة نشاطها على حساب المحاليل العضوية اللي هي COOH، فيما تمنحها بروتينات بلازمة الدم خواص علاجية فريدة. وتتميز الضمادات بعدم الحاجة إلى إزالتها من المنطقة المصابة، فهي تسرع في عملية الشفاء وتجدد الأنسجة التالفة. هذا مثل الرسوم تحركها قبل ولا الأفلام، نشوف يحطون شغلة كذا الدكتور على الجسم وخلاص الجرح يبرى. الجرح يبرى فعلا صحيح. وهي تعتمد تقنية النانو، طبعا تقنية النانو تكلمنا عنها وايد، هي تقنية العمل على مستوى الذرات أو الجزيئات الصغيرة جدا جدا لتحسين، فطبعا في موجودة في الصحة، في غير مجالات الصحة موجودة دائما. فهل دراسة إذا هالضمادات دخلت المجال الطبي بتساعدنا وايد في مجال الحروق؟ طبعا المشكلة في الحروق، الناس طبعا اللي سمح الله كان عنده شخص عانى من حرق يعرف شو المشكلة اللي فيه. الحرق نفسه هي عبارة عن مشكلة، ولكن ما بعد الحرق الندوب اللي تكون موجودة، التشوهات اللي تستوي في الجسم، الآلام اللي تصاحب لما يكون عندك حرق، احنا نحط عليه مادة ونسكره، بعدين كل مرة تفتح الجرح وترد تسكره تسبب آلام شديدة للإنسان يعاني من الحرق. حتى نضطر أحيانا نسوي له تحت تأثير التخدير، مثلا في الأطفال لما يكون في تغيير على الجرح، في عندنا أطفال لا سمح الله بالزيت احترقوا أو بغيره، يكون عنده مساحات كبيرة من الحروق، لازم يتخدرون عشان نبدل الجرح. بس هذه الضمادة
اوتوماتا ما تحتاج تغيير. طبعا هيساعد تقليل الالم، تقليل ان نحرك الـ 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 الخلايا اللي تكونت على الجرح. احنا اي جرح يستوي عندنا في جسمنا، خلايا الجسم تتكاثر تتجمع على الجرح لتعمل على غلقه، فكل مره انا افتحها فانا اسبب هي الخلايا ولا كريات الدم البيضاء؟ هي الخلايا، خلايا الجسم عشان يتسكر الجرح. خلايا الدم البيضاء هي تحارب البكتيريا الموجوده. خلايا الجسم مثلا في الجلد تعمل على التكاثر على جوانب الجرح عشان يتسكر الجرح. كل مره انا افتحها فانا اسوي خلل في تركيبه الخلايا اللي تجمعت، بينما مع هالتقنية لا، ما راح اضطر اني افتح واسكر الجرح، راح يتم الجرح موجود وفيها خواص مضادة للبكتيريا. لما الدم يتجلط دكتورة الواحد يبتدي يشيله من الجلد، هل هذا صح؟ ليش لا؟ غلط؟ غلط، يعني بيطيح روحه لما يكون الجسم مستعد، راح يطيح روحه. لا، هل ازاله؟ وفي ناس لا، تيب مرات تيب موس وتيب، او انا ليش شكله مشوه، او انا مشوه المنظر. الجسم روحه راح، يعني هاي عباره عن جلد دم متيبس، روحه راح يطيح. لا تلعبون فيه عشان ما يترك اثار. طيب يعني شو اللي بيكون شو اسمه في اضرار على الشخص اللي يشيل الجلد؟ احيانا يكون تحته محمود الجرح مو متسكر كامل، وفي ناس تلاقي من يشلونه تلاقي في دم تحته، معناه ان الجلد ما التئم، معناه مره ثانيه نروح لمرحله الالتئام. فخلوا ولا تلعبون فيه. او مثلا في ناس، او انا كل يوم بنظف بالكحول، ليش؟ لا داعي لذلك. ما له داعي الواحد ينظفه؟ لا، اذا مسكر ما في داعي تنظف كل يوم بالكحول، الا مثلا لو انت رحت في التراب او توسخ، ولكن ما له داعي تنظف كل يوم. ترى زياده التنظيف ممكن يقتل البكتيريا النافعه اللي عندك على الجلد، وبالتالي البكتيريا الغير نافعه ممكن تضر الجرح، فلا تبالغون في التنظيف. اوكي، شكرا لك دكتوره على المعلومات الجميله هذه. انا ابغى بس بما ان عندنا دقيقتين دكتوره، نحن نتكلم اليوم يعني جزاه الله خير بعمر، في احد الاشخاص كان يتكلم عن الابر هذه اللي الشكوى اللي كان تطرق لها، سحب الدم اللي تطرق لها ابو برعي جزاه الله خير. يعني دكتوره انا ابغى اعرف الجهاز هذا ليش ما يتم استخدامه من المره الاولى؟ إذا هو بالفعل موجود عندنا، نعم موجود حتى في المراكز الصحية الأولية، نعم. الرعاية الصحية الأولية موجود الجهاز، موجود في بعض المراكز، ليش ما يتم استخدامه من البداية وتخلصون الناس من الصدعة كلها؟ هو يمكن استخدام المرة الأولى، ولكن محمود دائما احنا نستغل الطاقم البشري أولا، إن ولا الجهاز ترى لان في نسبة أخطاء تكون معه. مهما يكون الجهاز متطور في نسبة أخطاء مع كل جهاز، فأول شيء يتم يعني الطاقم البشري هم يروحون يجربون. وأنا صراحة مع الأطفال أفضل مرتين، بعد مرتين خلاص نوقف. اللي شو يستوي مو بأن صعوبة الحصول، الطفل يتوتر ويتشن، يعني يتوتر والأهل يتوترون فيستوي أصعب. فأنا دائما في العيادة عندي أقول مرتين خلاص وقفوا، عطوا مثلا ريحوا الأم والأبو، خلوا الأهل مثلا يصير ياكل يمشي، عقب رجعوا مرة ثانية إذا في حاجة. وحتى مرات ما يكون في حاجة شديدة أقول ما علي بنعطيه عن طريق شراب يروح البيت، إذا تعب بعدين رجعوا مرة ثانية، عشان ما ندخل في التوتر اللي يستوي في الغرفة، أن الأم متوترة والأبو متوتر والطفل يكون متوتر، فتزداد صعوبة أن أنا أحصل على عينة. طيب الحين كنت بسألك والله سؤال، اللهم صل على محمد عليه السلام. طيب نسبة الخطأ بالنسبة للجهاز، أنت ذكرت أن فيه خطأ، كل جهاز فيه نسبة خطأ محمود، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت بسيطة موجودة نسبة خطأ في أي نوع من أنواع الجهاز. إذا الإنسان يخطأ كيف الأجهزة، يعني لازم في نسبة خطأ ولو بسيطة. فعشان شيء إحنا دائما نفضل أول شيء، وترى عندنا ممرضات متمرسات أحيانا مع الأطفال، يبالى ممرضة متمرسة في قسم الأطفال، أو مثلا موظفة المختبر تكون، أو ممرضة تشتغل في قسم التخدير. في المستشفيات بالعادة الأطفال اللي صعب يأخذهم دم نطالب نأتي دكتور من قسم التخدير عشان يسحب، يعني يقدرون يتعاملون مع الأطفال ويسحبون. ذكرتيني الله يذكركم الشهاده. لا بخبركم الحين الاطفال مشكله. زين هاك اليوم تخبرني احد الخوات تقول في العياده يا انا واحد معضل، تعرفين هذين الكبار هذين اللي جايين، قلت هذا بيضربنا لكن من شاف الابره دوخ. ترى الخوف من الابره، ايه فوبيا، في فوبيا. انت تخافين من الابره؟ وتصكين ابر وانت سايره راده؟ شفتوا بس ما حد يضربني ابره لان انا اخاف. طيب هل هذا خطا طبي دكتوره؟ لا هذا ما يندرج ضمن الاخطاء الطبيه، صح؟ لا ليس خطا طبي. لا طيب بس هذا اللي بغيت اوصله. سؤال دكتور، يوجد اجسام تكون ندبات في
يوجد أجسام تكون ندبات في الجسم من وراء الجرح وحرق لا يرجع للجلد كما هو. ما هي الأسباب تكون رياف بعد تكون رياف بعد الجرح؟ في السريع دكتور، في بعض الجروح يسوي شيء يسوي كونتراكتشر أو الجلد يتجعد حوالينا، هاي باله في بالليزر أو بجراحة التجميل، عادي تحصل في بعض الأحيان حسب نوع الجرح ونوع الحرق وحسب نوعية بعض الأجسام، فعادي بالليزر يروح. يلا إن شاء الله بتقنية النانو والأمور بتكون أفضل. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى أن تكون حلقة خفيفة سريعة عليكم مستمعينا، وإن شاء الله حاولنا نغطي معظم الجوانب والأسئلة والمسجات اللي جاتنا. شاكرين لك دكتورة ندى، شكرا لك يا محمود، بالتوفيق إن شاء الله دائما. شكرا لك ناصر السليمي، شكرا لك نجاة السويدي، ما قصرتي، مشكور. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم حتى ذلك الوقت دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.